بص يا كابتن، انا نعيد اللقطه تاني، هنعيد اللقطه مع بعض تاني، ان في رجل لاعب غزل المحله اليمين هي اللي راحت في طريق المهاجم، وبالتالي عملت الاعاقه، والاعاقه موجوده وركله جزاء صحيحه لم تحتسب لنادي الاسماعيلي. طيب ارجع بس سنه كده، ارجع سنه يا استاذ بيومي لو سمحت. بص كده، بص بص، الرجل اليمين اللي مع راحت لا اللي هات لا راحت هات لي الزاويه اللي فاتت. لا معلش يا كابتن جاد بقى، خليك معايا عشان في زاويه، في زاويه خليك اوضح. معايا ايوه بس الرجل، خليك معايا خليك معايا بس ثانيه واحده، خليك معايا ثانيه واحده. بص كده، ادي الراجل استقبل الكوره. ها يا كابتن جاد، الراجل اتزحلق، رجليه اليمين اتزحلقت. بص على رجل، بص يا كابتن جاد، كابتن جاد انا على انا من المدافع. يا كابتن جاد، انا بتكلم على المدافع يا كابتن ابراهيم، بتكلم على المدافع مش على المهاجم. انا بتكلم على المدافع، على الزاويه الثانيه، على الزاويه الثانيه هتجيبها لي، هتبقى يا اوضح من كابتن كده. جاد معلش، انا مش بقول لك ايه القرار، انا مش بقول لك ده قرار، انا بوضح لك حاجه قد تكون حضرتك مش شايفها، لان انا مش خبير تحكيمي. انا بقول تمام لك رجل الراجل رقم 24 اللي لابس تيشيرت لونه اصفر اتزحلقت، اللي هي الرجل دي يا اتزحلقت. كابتن، هل ده يؤثر باي حال من لا الاحوال؟ يعني خالص هو خالص فقد خالص. انا في اتزانه في الاخر، الحاله في دي؟ الاخر لا، انا في الاخر في اعاقه، في رجل راحت، الرجل اليمين بتاع المهاجم راحت في طريق المدافع، راحت في طريق المهاجم، وبالتالي في عرقله حصلت، في اعاقه حصلت، وبالتالي ركله الجزاء صحيحه لم تحتسب. كان لازم الحكم الفيديو، حكم الفار، يدي له فرصه ثانيه، يدي له فرصه ثانيه يروح يشوف المنظر ده، لان اللقطه دي لو جت من ورا الزاويه الثانيه يا ابراهيم اللي ورا الجون، هتلاقي في حركه، في حركه واضحه من رجل لاعب المحله هي اللي عملت الاعاقه دي، وبالتالي لا مش اللقطه دي، اللقطه اللي ورا الجون هتبقى اسهل من كده، هتبين لي حركه رجل مدافع المحله هي دي اللي عملت الاعاقه، وهي دي اللي عملت ركله الجزاء. الرجل ماشي اللي راحت دي، اللي راحت دي هي اللي عملت الاعاقه، وبالتالي ركله الجزاء الصحيحه لم تحتسب لنادي الاسماعيلي. ماشي، اللي بعده.